إهداء من عبد الله لقرة عينه عبد المجيد وخالد وريتاج بمناسبة التفوق. بسم الله الرحمن هذا القول بك والمستهل الحمد لك حمد كثير طيب يد الجلال. يقول أبو خالد دمع العين في خدي نزل من فرحتي يرسم تعابير الأمل والابتهال. الشكر لك يا الله يا منعم علي بالبطل عبد المجيد خالد وريتاج الثلاثة راسما مليون مبروك النجاح يا فخر أبوكم والأمل كل انجال أول وحققتم منايا والمنال. أرفع بكم راسي وخوف صبيات شعري والجمل واليوم بتغزل بحد الشعر وصيغ المقال. يا أغلى من الدنيا وزينة قلب أبوكم والحلل هذا نجاح قوة التميز فرحنا للاحتفال. مبروك تفوقكم ومبروك ليدكم قال المثل الابن مراد والده يعكس صفاته والخصال. الفضل لله والتي صارت لأولادي بدل مثل أمهم وأعظم من الأم الحنونة للعيال. ونعم بها زوجه ونعم القلب ذي لجلي حمل حمل العنا في تربيتها للثلاثة بامتثال. أنا أشهد إنك أمي النجم الذي ما قد أغفل هذه الحقيقة والحقيقة قالها لي بالرجال. أمي سعادتكم وفكري في رضاكم ما غفل يا بلسم جراحي ويا نور عين أبوكم الظلال. لا شفتكم أنسى معاناة المفارق والملل وأصبحت أنا في حبكم مدمن وفرقتكم محال. يا خالد أتمنى فلو لك في عيوني والموقع العكس المجيد أمر في ذاك الروح لو أمرك محال. تاج يا نبض المشاعر بل ونفحة الغزل يا مصدر الهام وإحساسي حالاتك والجمال. هم راحتي هم بهجتي هم مرشدي خير العمل هم عزتي هم قوتي بل هم جوابي والسؤال. هم كل شي عندي ولا لي في محبتهم بدل من غيرهم للعيش ولا دنيا بتسوى لي ريال. هم نور من نورك ونورك طب قلبي والغلال يا ربي تحفظهم وتصلحهم وترزقهم. واختم بذكر احمد ما صوت المؤذن قد سجل منذ ظهر لليوم دين الحق وأمين.